مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في برنامجكم بنت النيل. النهاردة طبعا هنستكمل لقائنا مع الدكتور محي إسماعيل، وطبعا احنا كان لنا لقاء بدأت اتكلمنا فيه عن الذبح خارج السلخانة والأضرار الناتجة عنه، اللي هي الأضرار اللي بتأذي الإنسان والبيئة والمجتمع كله. أهلا بسيادتك يا دكتور. اهلا بحضرتك الساده المشاهدين. أهلا بسيادتك، احنا عاوزين نعرف دور الطبيب البيطري ايه بالظبط في مواجهة الكارثة دي، الذبح خارج السلخانة، الطبيب البيطري دوره ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دور الطبيب البيطري في الحفاظ على صحة الإنسان دور جوهري كبير جدا. أول دور إنه يكشف على الحيوان ويبعد الامراض انها ما تصيبش الانسان، لان احنا زي ما ذكرنا في الحلقه السابقه ان عندي 200 من 240 ل 280 مرض بينتقلوا للانسان عن طريق الحيوان. لو الطبيب البيطري النهارده كشف على الذبايح زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت يبقى كده قام بدور عظيم. لو الدوله او المسؤولين الساده المسؤولين عوضوا الجزارين تعويض مجزي يبقى احنا حلينا المشكله بالطريقه التانيه. طيب دور الطبيب البيطري ايه النهارده في انه يعني يحد من مشاكل العدوى؟ عندنا النهارده مرضين اتنين في منتهى القسوه بيصيبوا البني ادم عن طريق الانسان، عن طريق الحيوان، بيصيب الانسان عن عن طريق طريق الحيوان، الحيوان. منهم السل اللي هو الدرن، ومنهم الحمى الملطيه اللي هي البروسيلا، وفي امراض تانية كثيره، بس احنا هنركز على المرضين الاتنين دول لان هم المرضين دول اللي بيكلفهم الدوله تكلفة تكلفة رهيبة، جامدة. أيه تكلفة غالية جدا في علاج الإنسان المصاب. دور الطبيب البيطري هنا دور بناء وقوي جدا، وإحنا بنعتبره من الجيش الأبيض بس للأسف المهمل. ليه؟ مهمل احنا ليه؟ عاوزين نعرف ليه. ما أنا هقول لحضرتك. الطبيب البيطري النهارده لما يعالج حيوان في حاجتين اتنين هيقابلوني لرفع اقتصاد البلد. اقتصاد البلد هيترفع من جهتين، الجهة الأولى إن أنا أحافظ على الثروة الحيوانية بتاعتي وأنميها، يبقى في فاصل، بدل ما في فاصل كبير بين الاستيراد والإنتاج أنا بضيق الفجوة ما بين الاستيراد والإنتاج. بعمل رعاية كاملة للحيوانات، بعمل لها تحصينات، بتعامل معاها نظام غذائي صح، أعالجها من كل التقيلات الداخلية والخارجية، ازود انتاجيتها، احاول كليات الطب البيطري النهارده منتشره في كل المحافظات، في جميع محافظات في مصر. جميع ايوه محافظات مصر، ما فيش ولا محافظه الا ما فيها كليه. بنطالب الكليات دي انها تعمل ابحاث عاليه تزود من انتاج اللبن ومن انتاج اللحوم علشان خاطر اصغر الفجوه اللي ما بين الاستيراد والاستهلاك. النهارده حصل في الجاموس المصري بتاعنا، خدته ايطاليا. الجاموس المصري معروف انه موجود في مصر وفي العراق، بس لما ايطاليا خدت من عندنا الجاموس المصري وعملت عليه ابحاث اصبح الجاموسه المصريه اللي هي موجوده في مصر النهارده تجيب لها 5 كيلو لبن 6 كيلو لبن. لكن لما خدته ايطاليا وطورته وبدات تشتغل عليه شغل طبي علمي صحيح بدات الجاموسه تجيب 16 كيلو لبن. يعني وهو كده لا الطبيب البيطري لو توفرت له إمكانيات هيساعد في رفع الإنتاج بتاع الدولة، بالظبط ده من ناحية. بالظبط. تاني حاجة بعمل ندوات إرشادية لصغار المربين وصغار الفلاحين إن هم يربوا دواجن، يربوا عجول على يعني مثلا مزرعة صغيرة فيها 10 عجول، مزرعة دواجن 500 فرخ، مزرعة أرانب مثلا فيها بطاريتين أو ثلاثة، مزرعة دواجن إنتاج بيض تجيب بيض كل يوم يبيعوه. هنا في الحالة دي أنا بزود اقتصاد الفلاح وبرفع من قيمته الاقتصادية، مش هيحتاج لأنه يستورد لا لحوم ولا دواجن ولا منتجات ألبان، لكن الناتج القومي الناتج المحلي اللي عندنا أول ما يرتفع هيقلل الفجوة ما بين الإيه؟ ما بين الاستيراد وما بين الإنتاج. يبقى أنا كده عملت بطريق غير مباشر زيادة الدخل القومي للأسر الفقيرة
وفي نفس الوقت رفعت اقتصاد الدولة، ما كلفتهاش مليارات في استيراد اللبن، أو مليارات في استيراد اللحوم، أو ما شاء مليارات الله، في يعني استيراد الطبيب الألبان. البيطري يعني كده ليه دور كبير في الاقتصاد بتاع البلد. اقتصاد الطبيب البيطري كله من أوله لآخره عمله اقتصاد، وكل عمله رفع اقتصاد الدولة. قلت لحضرتك بطريق غير مباشر إن أنا بعمل حلقات تثقيفية وتدريبية لكل صغار المربين، إنه ممكن يربي عجول صغيرة، يربي عجول تسمين، يربي فراخ بياض، يربي فراخ تسمين، يربي حمام، يربي طيور، يربي طيور للذبيح، يربي حمام، يربي أرانب. كل ده تعتبر ثروة قومية. لما يكون عنده الحاجات دي في بيته مش هيحتاج يشتري لحم، مش هنحتاج نشتري نستورد لحم من بره. يبقى انا بقلل يعني رفعت الانتاج شيء طبيعي لصغار المربين. هم صغار المربين، هم صغار المستهلكين، هم المستهلكين. النهارده الثروه الحيوانيه موجوده في 10% بس من مصر الحقيقي. يعني المزارع الكبيره اللي هي فيها انتاج اللبن وفيها انتاج اللحوم والحاجات دي موجوده في 10% من مصر بس، لكن الثروه الحيوانيه اللي موجوده في مصر كلها مع 90% من الشعب المصري وهم الفلاحين اللي الفلاحين موجودين في الحيوانات موجوده في بيوتهم في البيوت، صغار الفلاحين او صغار المربين. لكن النهارده انا لو دعمت صغار المربين دول ودعمتهم بالمعلومات السليمه والارشادات الصحيحه والفوائد البنكيه الصغيره اللي لما يستلف من البنك فلوس بفايده بسيطه فايدة في البسيطة. يقدر أيوه هو يعمل هذا يسد. مشروع، أيوه يقدر يصرف على بيته ويصرف على اهله وعلى اولاده، ويقلل اقتصادنا ويقلل استيرادنا من بره ويقلل استهلاكه، بدل ما يشتري كل يوم ويرفع لحمه من وبيض اقتصاد وكده البلد. أيوه بيرفع من اقتصاد البلد. احنا قلنا الموضوع ده هو كايه؟ كحاجه بطريق غير مباشر. طيب الطريق المباشر، الطريق المباشر الطبيب بيتر هيرفع اقتصاد البلد ازاي؟ انا النهارده عندي المحاجر، عندي الميناء، الموانئ والمحاجر، بيجيب لنا حيوانات من بره. دور الطبيب البيطري هنا ايه؟ الامراض، الحيوانات اللي جايه من بره أكيد محمل جايبه بأمراض، معاها هي امراض. أمراض. أيوة جايبه داخلة من معاها بلد امراض، بأمراض. الامراض دي بتخش، ما بتكونش الامراض دي موجوده عندنا في مصر. يجي مرض وافد من بره يخش، لو ما تعملوش حجر صحي صح والدكاتره البيطريين وقفت وحصنت الحيوانات دي في المحجر، ولو دخلت فجأة وكان فيها هيكون الأمراض عامل دي مدمر للثروة الحيوانية هنا في مصر. وحصل من زمان دخول الحمى الكلعية قبل كده مرة ده في مرة، أيوة ده أكيد أكيد، يعني دمرت الثروة الحيوانية بالكامل. ده بيتدمر كمان الإنسان، يعني هي أصلا بدورها بتوصل للإنسان. طبعا الحيوان لما بيصاب بمرض وافد ما عملنالهاش تحصينات قبل كده، أو مش متعود على المرض ده قبل كده، الحيوان ده بيدمر. معنى كده إن الحيوان ده لما يتصاب ضاع على الفلاح. وحصل من حوالي 8 سنوات جالنا طور جديد من الحمى الكلعيه قضى على الحيوانات الصغيره الرضيعه كلها. طيب انا لما يكون عندي العجول الصغيره كلها اتقضى عليها، يبقى الثروه الحيوانيه راحت فين؟ الحيوانات الكبيره التسمين هتتذبح، وهيبقى يبقى عندنا فجوه الإنتاج غذائيه جدا، كبيره جدا ما بين يقل الانتاج الإنتاج وما بين الاستهلاك. الاستهلاك. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ان انا بحافظ على الإنسان من الأمراض الفتاكة ليه، اللي هي بتصيبه عن طريق الحيوان. زي عندنا مرضين اتنين قاسيين جدا، وهو مرض السل ومرض الحمى الملطية. دول مرضين اتنين بس، ناهيك عن 240 مرض تانيين بيعملوا مشاكل. لو أنا عندي ذبيحة أو حيوان مصاب بالسل، و كان الجزار ذابح بره السلخانه مش ذابح جوه السلخانه، بره السلخانة. وكان ذابح بره السلخانه، هنا في الحاله ديت الذبيحه ديت هنفترض انها مثلا 300 كيلو، كل رب بيت هيروح ياخد او رب اسره هياخد 2 كيلو من الايه؟ من الذبيحه دي. الامراض اللي هتتنقل من الذبايح من دي الحيوان للإنسان. من الذبايح المريضه ديت للانسان اللي هيستهلكه، هنفترض ان 300
بني ادم هياكله من الذبيحه ديت، هنفترض ان المعرض للعدوى قوي اللي هي الستات والحاجات دي والاطفال الصغيره اللي هم تعاملوا مع اللحمه من قبل ما تطبخ، هنقول مثلا 30% ولا 50% من العدوى، يبقى اصبح عندي 150 فرد بني ادم يعني احنا كده انسان. هنحتاج السراير في المستشفى، هنحتاج أدوية، هنحتاج، يبقى كده إرهاق لميزانية البلد. ارهاق لميزانيه البلد. هشوف انا العدد ال 150 دول من ذبيحه واحده، هنعتبرهم 100 بس من ذبيحه واحده، هيروح مستشفى الحميات هي علاجه ذبيحة واحدة كفاية إنها تملى مستشفى كاملة بالظبط. بالناس اللي هم مصابين. تمام صح كده، عندي 100 بني ادم او 100 انسان او 100 طفل، كده بيظهر دور الطبيب البيطري انا في رفع اقتصاد في رفع البلد. اقتصاد البلد. هنشوف ال 100 اللي دخلوا مستشفى الحميات هيكلفوا الدوله قد ايه؟ خدوا 100 سرير وكم طبيب عالجهم وادويه قد ايه؟ وكهرباء قد ايه؟ وميه قد ايه؟ وعربيات وسواقين وتمريض، كل ده بيكلف الحكومه واقتصاد الدوله. كل فرد يكلف على الاقل 6000 جنيه في الشهر، في 6 شهور يكلف قد ايه بقى؟ ستة في مبالغ ستة في ستة ستة وتلاتين وتلاتين ألف ألف لفرد واحد. واحد لو أنا عندي 100 يبقى أنا أضرب ال 100 في بستة ستة وتلاتين وتلاتين ألف يبقى عندي إيه؟ ستة وتلاتين تلات تقريبا 3 مليون. 3 مليون 3 مليون وستمائة و600 ألف ألف. طيب ال 3 مليون و600 ألف، أنا لو أنا دول حصيلة ذبيحة واحدة ذبيحة مريضة. واحدة، تخيلي بقى حضرتك لو عدد الذبايح اللي بيتذبح بره السلخانه وفيه كميه الامراض الزياده دي، هتكلف الدوله قد ايه؟ لما ذبيحه واحده تكلف الدوله فوق المليون جنيه اهوت او 2 مليون 3 مليون او و600 3 ألف مليون و600 الف، انا كمواطن او كمسؤول افضل يعني، جيت قلت الذبيحه ده هي اللي هي المريضه دي، لو انا ذبحتها في داخل السلخانه وكان ثمنها 20000، قمت جايب صاحبها اللي هو الجزار اللي هو عايز ما يذبحش عندي وعايز يذبح بره السلخانه عشان يهرب مني، انا هقول له لا تعالى اذبح في السلخانه، ولو طلع ان الذبيحه دي مريضة هتتدمر كلها عشان هي مريضه تاخد ال20 ألف هتاخد ال بتوعك 20000 وعليهم هامش والربح. ربح مش اقل من 5000. هل بعد انا ما اطمن الجزار فرق شاسع صراحة ما بين ستة يعني 3 مليون و600 ألف و25 ألف، انا ده فرق بقى شاسع. لما انا اشيل ال 25000 من المبلغ الكبير اللي الذبيحه دي كلفته لي في اقتصاد البلد، مين الكسبان؟ الدوله. الدولة الكسبانة طيب بأنها كده والجزار وفرت انا ميزانية. لما اديله تعويض كامل، هو في الاخر هو اللي هيجي يجيب الحاله المريضه ويذبحها ويقول لي يا دكتور دي فيها حاله مرضيه، يبقى انا كفيت 100 فرد هيتصابوا بهذا المرض. طيب الحاجه الثانيه، انا امنت الجزار. امنت الجزار أمنت ازاي؟ الجزار من المشاكل اللي بتحصل داخل المجزر انا مع كطبيب، الأطباء. انا كطبيب بتعرض وانا شغال في المجزر، بتعرض لمشاكل كبيره من الجزارين نتيجه ان انا بعدم لهم الذبائح بتاعتهم. انا مضطر اذبح عشان دي امانه عندي، مضطر ان انا أيوه اعدم عشان دي امانه عندي، الربع ده فيه سل بعدمه، ما بيبقاش الجزار مرضي فبيمكن مره اكتر من مره يشيل السكينه عايز يخبطني بيها. طبعا هنا السلخانات المفروض يبقى فيه تدعيم من الشرطه، يبقى المفروض تدعيم من الشرطة، يعني هو مفيش دعم من الشرطة داخل المجزر. بيبعتوا عسكري. العسكري هيعمل عسكري ايه؟ احنا عايزين كل مكان كل مجزر يكون فيه وحده شرطه تحافظ على الاهالي وتحافظ على الاطباء اللي شغالين. انا يعني النهارده لو حافظت على الطبيب النهارده هيشتغل صح، مش هيفوت حاجه تطلع غصب عنه، وفي نفس الوقت ادعمه هو شخصيا، ادعم الطبيب نفسه. يعني الدعم ازاي الطبيب من الدولة؟ هل في الحافز المادي ولا في ال الطبيب البيطري النهارده، يعني عايز اقول لحضرتك الجيش الابيض اللي هم ناسينه اللي هو مهمل. ليه؟ لان النهارده الطبيب البيطري زي ما قلت لحضرتك مصد الريح الاول لكل الامراض لكل الأمراض؟ اللي بتصيب البني ادم قبل ما يجي المرض للانسان وبعد كده يروح للطبيب البشري. يبقى الطبيب البيطري هو مصدر الريح الاول، وانا ناسيه ليه؟ المفروض اراعيه ماديا واراعيه حياته كامله ماديا
ومعنويا. يعني حضرتك لسه من شوية بتقول إن إحنا عشان نمنع المشاكل ما بين الطبيب في المجزر وما بين الجزار، من لازم تكون في وحدة شرطة لازم يعني تحافظ على إن ده طبيب، من لازم يتحافظ عليه يعني كمكانة، في الصعيد، مكانة. في الصعيد حصل، وفي آه دي حصل بتحصل بعض حوادث كتير دكاترة كتير فعلا في الصعيد. ماتت في السلخانات. آه طب ليه؟ ليه الدكتور بيقوم بعمله صح ويجي الجزار يموت؟ ليه؟ لأن لو كان في تعويض صح والجزار هياخد حقه صح، يبقى الطبيب مش هيتعرض لأي مش مكاسب، هيتعرض مش هيتعرض للمشاكل. لأي اه مشاكل. طيب أدعم الطبيب، قلت أدعمه أمنيا يبقى، ومادي، امنيا وماديا وماديا. ومعنويا. النهارده الطبيب البيطري، النهارده الكبار في المهنة كلهم بدأوا إيه؟ يطلعوا معاش، مفيش تعيينات جديدة، أصبح مفيش خط تاني. الخط الأولاني بتاع الأطباء البيطريين كله معظمه هيطلع معاش، الخط اللي المفروض يجي وراه مش مؤهل، مش مؤهل. لأن مفيش تبادل أجيال، مفيش تبادل خبرات، وحاليا مفيش تعيينات بالنسبة للأطباء ومفيش تعيينات الخريجين. بالنسبة للأطباء خريجين البيطريين خالص، اه كله بنظام المسابقات التعاقد. وعدد بسيط في التعاقد، ما بيكفيش الوحدات البيطرية. النهارده في أماكن فيها الطبيب البيطري بيشتغل في وحدة واثنين وثلاثة، وثلاثة. يبقى معنى كده مش هيشوف شغله صح. لو جاله مجزر جنب منه هيبقى هو المجزر والوحدة والوحدة جنب منه مش هيشوف شغله صح. يبقى لازم أوجه المسؤولين أو أطلب أو أتمنى من المسؤولين إن يراعوا الطبيب البيطري ماديًا ومعنويًا، ويكلفوه تاني، يزيدوا تكليفه تاني، علشان المهنة دي هتبدأ تنقرض. المهنة دي 10 سنوات كمان جايين هتبدأ تنقرض. تنقرض ازاي واحنا حاليا بنشوف البلد كل يوم بتفتتح كلية طب بيطري جديد ما هو في محافظة من المحافظات؟ صح، أنا عندي أكتر من 20 كلية طب بيطري في الجمهورية. إيه الطبيب البيطري بيطلع إيه؟ الطبيب البيطري النهارده بيتعلم، وبيتعلم شغل أكاديمي، مفيش شغل عملي. عمل كل معظم الكليات بتطلع الدكاتره يعملوا لها تدريبات، انا معاهم صح، بس النهارده لما يبقى عندي مزرعه في الكليه، ودخل الطالب يكشف على الحيوانات اللي في المزرعه، ويقف معاه الدكتور او الاستاذ بتاعه في قلب المزرعه ويقول له اكشف قدامي، زي ما كنا احنا واحنا لا شباب في جامعه الزقازيق كنا بنعمل كده زمان. لكن النهارده المزرعه ممكن في كليات ما فيهاش مزرعه، في عيادات. العيادات مشكلتها كبيرة. النهاردة لو أنا عندي عيادة موجودة في كلية معينة بتتحاسب علاج اقتصادي. علاج اقتصادي يعني إيه؟ اقتصادي. يعني الفلاح بياخد الحيوان بتاعه مركبه عربية ب 200 جنيه أو ب 300 جنيه عشان يوديه الكلية يتعالج، يقوم يطلعوا له علاج اقتصادي آخر يدفع فلوس في الكلية. طب ما هو جار منه الوحدة البطارية مش هيروح الكلية، هو مش هيروح يبقى الكلية. هيروح الوحدة البطارية اللي جاره وخلاص، علشان ما ياخدش عربية ويروح. لكن لو كان التحليلات في موجود داخل الكلية مواريد داخل الكليات ومتوفر للفلاح ومتوفر ببلاش. وببلاش من غير فلوس خالص، كل الناس الفلاحين هتروح الكليه. يبقى الشباب الصغير من الاطباء اللي هم طلبه الاطباء البيطريين اللي موجودين في الكليات هيتعلموا ان الحيوانات دي بيرحلهم الكليه، هيتعلموا فيه، هيكشف عليها صح، هيحقنها صح، هيعالجها صح، هيبقى كله شغل. يبقى اتدرب، يبقى انا طلعت طبيب بيطري ايه؟ مميز. ممارس متخصص عنده بيزك علمية أو أسس علمية سليمة، يقدر يواكب حياته بره لما يخرج بره. إنما النهارده إحنا عندنا أطباء، عندنا وحدات بيطرية، عندنا كليات بيطري كتير، ولكن ما عندهمش القدرة. هم على بيدرسوا ممارسة العمل الفعلي. هم بيدرسوا دراسة كافية و10 على 10، ما حدش ينكر دي، لكن كتدريب هم بعض الكليات بتطلع يعملوا حملات للعلاج المجاني في القرى، بس ده مش كفاية. بيطلع مثلا كل شهر أو كل شهرين أو كل 15 يوم حملة. التدريب بيدي خبرة للطبيب، يعني الممارسة هي اللي بتدي خبرة للطبيب. شيء طبيعي النهارده الطبيب من غير تدريب ما يبقاش طبيب، لأنك أنت بتتعامل مع حيوان قد يكون هذا الحيوان هو رأس مال الفلاح. إذا ما كنتش أنت حضرتك طبيب متمرس ومتمرن وفاهم انت بتكشف عليه صح ازاي وتدي له علاجه صح، لو انت حضرتك اخطات انت قفلت باب صاحب الحيوان، انت عملت له مشكله، الحيوان مات اتدمر، قفلت باب الرزق بتاع الفلاح. النهارده الست الفلاح النهارده بتربي الجاموسه، بتحلب الجاموسه الصبح تروح تبيع اللبن
وتجيب وهي راجعه تجيب الفطار لاولادها وتجيب المصاريف اللي رايحين المدرسه والحاجات دي. طيب اخر النهار برضه. طب لو الجاموسه دي ماتت، دي بالنسبة لها مصدر دخل ده مصدر خلاص رزق، كده ده لو مصدر رزق. لو الجاموسه دي ماتت، الدكتور اللي كان بيشتغل فيها او كان بيعالجها مش فاهم او مش متمرس او مش او مش عارف، واداها علاج لا قدر الله وحصل اي حاجه، مش يبقى كده وقف الرزق اللي جاي للست الغلبانه ايوه طب احنا بنقول عايزين نعلم الطبيب البيطري صح، ونوقفه على رجله صح، ونعينه في الوحدات البيطريه عشان يتعلم. النهارده الطبيب الخريج قاعد في الشارع، طيب قاعد في الشارع من غير تدريب ومن غير تعليم. لو انا لو فلاح ابتدى وقال له تعالى عالج لي الجاموسه بتاعتي او عالج لي البقره بتاعتي وهو مش متمرس ولا متمرن، مش هيعمل مشكله، الحيوان ده هيموت ويبقى قفل باب الرزق لصاحب البيت. لكن النهارده انا لو معينه في وحده بيطريه هيتعلم من الاكبر منه، واللي اكبر منه هيتعلم من الاكبر منه، ويبقى في هنا ايه؟ تبادل خبرات. تبادل خبرات. تبادل خبرات. طالما في عمل طب تبادل احنا خبرات عندنا يعني الاطباء اللي هم طلعوا معاش دول ما ينفعش اصلا يتم انتدابهم بعقود داخل الوحدات البيطرية لتدريب اللي هو صغار الاطباء اللي لسه بيتعينوا جديد. ده هو يا ريت، ما انا بقول لحضرتك لو احنا يعني ده يتم ممكن يتم انتدابهم برضو بعقود ده شغل هيئه الخدمات البيطريه او شغل الوزاره، انا ما اقدرش اقول لك هل ممكن لا، عشان ده مش بايدي. لكن اللي انا اقدر اقوله ان حضرتك طالما انا هعمل عقود، طب ما انا اعين الجداد يخشوا في سوق العمل، يبقى انا عندي الجديد يلاقي اللي اكبر منه شغال يتعلم منه، واللي اكبر منه يلاقي اللي اكبر منه الاكبر هيتعلم منه، يعني يبقى عندنا صف اول صف تاني صف تالت. صف اول طلع على المعاش، الصف التاني يشتغل، الصف التاني طلع على المعاش، الصف الاول التالت بقى اول، وهكذا، ويبقى العجله متوالي. صراحة يعني الحديث مع سيادتك ممتع يا دكتور محي، وإحنا لنا حلقة إن شاء الله، لنا لسه في الحلقات القادمة بإذن الله هنتواصل مع سيادتك ويكون لنا لقاء واثنين وثلاثة بإذن الله. بس إحنا دلوقتي خلاص يعني ميعاد الحلقة بتاعتنا انتهى، ولنا لقاء آخر الحلقة القادمة بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله، إن شاء الله. وربنا يجعل القناة والحلقات دي كلها حلقات تثقيفية ومفيدة لصغار الأطباء البيطريين ولادي اللي في كل ربوع مصر وكل مكان في مصر، إحنا في خدمتهم إن شاء الله على شرفتنا يا أرض دكتور محي، إن شاء شرفتنا. الله كل سنة وأنتم بخير. إن شاء الله نواصل الحلقات بتاعتنا في اللقاءات القادمة بإذن الله.